ضيف اليوم فنان عالمي، مؤلف موسيقي، عازف عود بطريقة غير تقليدية. حقيقة كنت عايش طول حياتي بالشام، ودرست أول شيء ببيروت، بعدين رجعت كمل دراستي بالمعهد العالي للموسيقى بالشام وتخرجت من هنيك. بس مرحلة المراهقة بقى أنا صرت أسمع روك وفتت بهي القصص، وكان حلم حياتي أعمل فرقة روك. واحد أسباب إنه خلتك تعزف العود بطريقة غير تقليدية؟ ممكن ممكن على فكرة لعبة، يعني هي الحالة بإنه أنت بإنه أنت عم تسمع بالبيت موسيقى معينة، وطبعا عمل لك أتين إيجر يعني كمراهق بدي أصير عازف جيتار، خلاص ما في مجال. هي العلاقة مع الكلمة عم تتغير وعم تتطور بعد ما بلشت مشروعي أنا بسمع مثل ما هلأ شفت. صار عندي أنا كمان أسست العلاقة تانية مع الكلمة وصارت أقرب لألي، صرت بتخير موسيقتي مع الكلمة. أو الأغنيات التي نتذكرها تمام نفسه هذا الألبوم. هي المشكلة أنه هو مو تراب، لأنه نحن كان في حالة أول شيء أنه بحث أنا وبسمع أنه شو بدنا نعمل، شو الألبوم نقدمه، نقدم أغاني تراث مثل ما هي. كمان ما كتير يشبهنا هذا الموضوع، نحن بالنهاية سوريين عايشين هلأ. في أحد مقابلاتك هو وصفوك بأنك رحالة موسيقي، رحالة موسيقي تبحث عن بصمتك بين الشرق والغرب، شو يعني؟ كمية رضا بأنه أنا راضي، لا بعتقد بأنه أنا لسه في كتير مجالات فيني أتطور فيها، في كتير مجالات أنا عم طور حالي فيها. أنا دقيت قلت مبارح لصديقي، قلت له أنا لازم أشتغل شوي على الهارموني، على الكورد تشينجز، باخد عندك دروس عرفت شو، مع أنه هو بيعزف بفرقتي. كان فيها هاي أشياء كمان مثل يعني وجهة نظر سياسية واجتماعية العلاقة بأنه الاندماج مو مثل ما مو مثل ما هنن بيسوقوله، أنه نحن نتحول يعني ننسى كل شيء ونصير مثل ما مطلوب منا. رحلاتك حول العالم، كنت ممثل عن النمسا، كنت ممثل النمسا في كل رحلاتك، تحكي لنا عنهم شوي. المستقبل في نظرك هل سيكون أفضل؟ بتمنى أول شيء المستقبل يكون أفضل لإلنا، مو لإلنا، لكل البشرية بشكل عام، لكن بتمنى إنه كمية العذاب بتقل على السوريين، لأنه بتمنى هذا الأسى شوي، بتمنى يكون المستقبل أفضل. سلامات يا جماعة، استنونا بحلقة جديدة مع نور الدين نور شو، رح نحكي فيه عن الألبوم الجديد، المشاريع اللي صارت واللي رح تصير. استنونا مع الفنان العالمي عروة صالح قريبا. سلام.